الرئيس السيسي يستقبل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. مدبولي يتابع الموقف التنفيذي للتجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق وموقف تقدم الأعمال في مشروع تطوير منطقة الفسطاط. شكري يشدد على ضرورة التوصل وبشكل فوري لوقف إطلاق النار في غزة ويحذر من مخاطر اتساع رقعة الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. جاء ذلك بحسب ما صرح به المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. هنأ رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى 11 لثورة 30 يونيو. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، حيث أكد رئيس مجلس النواب أن تلك الثورة ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن. كما شدد رئيس مجلس النواب على أن ثورة يونيو غيرت مجرى التاريخ المصري الحديث وخلفت مسارا جديدا للعمل الوطني بعد الإطاحة بحكم جماعة إرهابية أرادت اختطاف الدولة ومؤسساتها، موجها التحية للشعب العظيم الذي طالما تحمل تبعات بناء الدولة الحديثة عن وعي وإدراك منه بأهمية الارتقاء بالدولة في ظل متغيرات دولية وإقليمية شديدة التعقيد. كما وجه المستشار الدكتور جبالي تحية لجيش مصر العظيم ولرجال الشرطة البواسل. كما بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بمناسبة ذكرى 11 لثورة 30 يونيو. خلال برقية التهنئة أكد رئيس مجلس الشيوخ أن هذه الثورة مثلت حدثا فارقا في حياة الشعب المصري بل وفي المنطقة العربية والعالم بأسره، لما مثلته من نقطة فاصلة في مواجهة قوى الظلام والتطرف والإرهاب، فكشفت حقيقة ودحرت خطرها وأنهت وجودها. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن، والتي تجسد انتفاضة كبيرة للملايين من أبناء الشعب المصري ضد قوى الشر الذين اختطفوا الوطن. جاء ذلك في برقية التهنئة التي بعثها للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى الثورة، والتي عاهد فيها رئيس الوزراء الرئيس السيسي بمواصلة الحكومة ببذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل استمرار مسيرة التنمية الشاملة في أنحاء البلاد، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المجيدة على الرئيس السيسي بالتوفيق والسداد، وعلى مصرنا الغالية بالتقدم والرقي والازدهار، وعلى أبناء الشعب العظيم بالخير والسلام. بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يونيو. خلال هذه البرقية أكد الفريق أول محمد زكي أن ذلك اليوم المجيد من أيام الوطنية المصرية شهد ثورة شعب مصر العظيم التي ساندتها القوات المسلحة لتصحيح المسار وإعادة بناء الوطن والتأكيد على أن مصر لكل المصريين. بهذه المناسبة
أكد الفريق أول محمد زكي أن القوات المسلحة ورجالها الذين هم أبناء الشعب المصري يؤكدون أنهم في مقدمة الصفوف دفاعا عن الوطن وحماية مقدساته وسلامة أراضيه بكل التضحية والفداء من أجل أداء الواجب المقدس الذي كلفهم به شعب مصر العظيم، لتظل مصر دائما حصن أمن وأمان لكل المصريين. هذا وقد بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس السيسي بهذه المناسبة. بعث وزير الداخلية محمود توفيق ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 من يونيو. وخلال البرقية تقدم وزير الداخلية وهيئة الشرطة بأبلغ عبارات التهنئة للرئيس السيسي، مؤكدا على أن الاحتفال بتلك الذكرى الوطنية يأتي تجسيدا لنجاح إرادة شعب أبي احتمى بحكمة قائده وثار في وجه جماعات الشر بدافع الحفاظ على هوية وطن أهدى للإنسانية منذ فجر التاريخ قيم الحضارة، ليسطر بذلك صفحة عز وخلود ستظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود، وستبقى على مر الزمان تحكي لقادم الأجيال ملحمة من العطاء والانتماء والفداء لتراب هذا الوطن العزيز. تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الموقف التنفيذي للأعمال بالتجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق. خلال هذا الاجتماع شدد مدبولي على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة لتنفيذ أعمال الإخلاء للمنازل والأراضي بمخطط التطوير واستمرار صرف التعويضات للمستحقين، وكذا مواصلة مشروعات التطوير المستهدفة لإحداث نقلة نوعية بالخدمات في الجزيرة، مع التصدي وبحسم لأي محاولات للبناء المخالف بالجزيرة ومنع عودة المظاهر العشوائية. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع منطقة الفسطاط. وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء على الأهمية التي توليها الدولة المصرية لمشروع تطوير منطقة الفسطاط، مشددا على أهمية العمل على تسريع معدلات تنفيذ المشروع من خلال دراسة طرح بعض مرافقه ومكوناته للتشغيل في أقرب فرصة ممكنة. ووجه رئيس الوزراء بالاعتماد على أفضل المشغلين للمشروع حسب المرافق المختلفة وبما يسهم في توفير أفضل خدمة ممكنة. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة التحضيرات الخاصة باستضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي، وذلك في دورته 12 والمقررة في نوفمبر القادم. خلال هذا الاجتماع استعرض مدبولي الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بعقد هذا المنتدى بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. أكد مدبولي على أهمية الانتهاء من الترتيبات اللازمة وفقا للتوقيتات المقررة، وبما يضمن ظهور المنتدى بالصورة المشرفة التي تعكس قدرة مصر على تنظيم مثل هذه الفعاليات الدولية. التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق أول زفرين مامادو رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لجمهورية إفريقيا الوسطى. تناول اللقاء آخر المستجدات إقليميا ودوليا وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الإفريقية، كما تم بحث سبل تطوير التعاون العسكري بين القوات المسلحة للبلدين الصديقين. التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق أول زفرين مامادو رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لجمهورية إفريقيا الوسطى والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الإفريقية،
كذلك مناقشة سبل دعم وتطوير آفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين. وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على عمق علاقات الشراكة التي تجمع القوات المسلحة المصرية ونظائرها بالدول الشقيقة والصديقة، مشيدا بتنامي آفاق التعاون بين البلدين على نحو يلبي المصالح المشتركة في المجالات العسكرية والتدريبية. من جانبه أعرب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لجمهورية إفريقيا الوسطى عن عمق الروابط والعلاقات التي تجمع مصر وإفريقيا الوسطى، مشيدا بالجهود المصرية لدعم الأمن والسلم في القارة الإفريقية. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين. استعرضت وزارة الداخلية جهودها في مجالات مكافحة المخدرات والتوعية بمخاطرها. جاء ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة استخدام المخدرات والإتجار غير المشروع بها. لا شك أن مشكلة المخدرات مشكلة عالمية تلقي بظلالها السلبي على المجتمعات وعائقا أمام عمليات التنمية. لذا يأتي الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يوافق 26 من يونيو من كل عام فرصة للتوعية بمخاطر المخدرات وإلقاء الضوء على الجهود المبذولة لمواجهتها. وتعد مصر من أكثر الدول التي تتميز أجهزتها الأمنية بالاحترافية في التصدي لمحاولات جلب المواد المخدرة وقطع مسارات التهريب وحماية دول الجوار من مخاطرها. في ظل تنامي ظاهرة تصنيع المواد المخدرة الاصطناعية خاصة مادة الكريستال والاعتماد على الأساليب الحديثة في التهريب والتوزيع والدفع إلكترونياً، من هنا تسعى وزارة الداخلية إلى تفعيل أطر التعاون الدولي للتصدي لمحاولات التهريب براً وبحراً وجواً، ما كان له صدى إيجابي في تحقيق العديد من النجاحات. حيث نجحت أجهزة وزارة الداخلية خلال النصف الأول من العام الحالي في ضبط العديد من قضايا الجلب والتهريب استخدمت فيها وسائل مبتكرة لإخفاء المخدرات، وجاءت أبرز القضايا بمضبوطات بلغت 550 كيلوغرام كوكايين وتسعة أطنان ونصف الطن من مخدر الحشيش واثني عشر مليونا ونصف المليون قرص مخدر لعقار الكبتاجون وثلاثة ملايين قرص لعقار الترامادول المخدر وستة وأربعين كيلوغرام من مخدر البودر واثنين كيلو ونصف كيلوغرام من مخدر الأيس بقيمة مالية للمواد المخدرة المضبوطة قدرت بثلاثة مليارات ونصف المليار جنيه. وطورت الأجهزة الأمنية من تقنياتها لمجابهة ظاهرة استخدام المنصات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة في عملية الترويج، ونجحت في مواجهة هذه الظاهرة. وتمتد عمليات المكافحة إلى ملاحقة ثروات العناصر الإجرامية الناتجة عن الإتجار غير المشروع في المواد المخدرة، لتنجح في ضبط 88 قضية غسل أموال خلال عام بقيمة مالية قرابة 9.5 مليار جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع في المواد المخدرة. وامتدت أوجه التعاون الدولي في مجال المكافحة إلى حرص مصر على استضافة فعاليات دولية في هذا الاتجاه، منها الزيارة السنوية لمسؤولي أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجموعة العمل الفرعية الإجرائية الأولى، وكذا المشاركة في المؤتمرات الدولية للتنسيق والتشاور لتكثيف جهود المكافحة. وإيماناً من وزارة الداخلية بأهمية توعية المجتمع بمخاطر المواد المخدرة، يتم عقد لقاءات بصفة دورية مع طلبة المدارس والجامعات للتوعية بالآثار والتداعيات السلبية للمواد المخدرة على المجتمع
وتهديد تماسك الأسرة، كما تكثف الأجهزة الأمنية من حملاتها بمحيط الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمدارس والجامعات على مستوى الجمهورية لحماية الشباب من مروج المواد المخدرة الذين يستغلون التجمعات الشبابية لترويج سمومهم القاتلة. هي جهود متوازنة تقوم بها وزارة الداخلية نحو حجب المواد المخدرة والتوعية بمخاطرها وصولا إلى مجتمع آمن من مخاطر هذه السموم القاتلة. أجرى سامح شكري وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي هاكان فيدان، تناول الاتصال مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين والترتيبات الخاصة بعقد الاجتماع الأول للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا. كما تناول الاتصال مستجدات وخطورة الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، وشدد الطرفان على ضرورة العمل على ضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بمعدلات أكبر، بما يسهم في تخفيف معاناة المدنيين الفلسطينيين في القطاع في ظل ما يواجهونه من ظروف إنسانية بالغة الصعوبة جراء القيود التي يفرضها الجانب الإسرائيلي على دخول المساعدات وإحجامه عن توفير الحماية والظروف الملائمة لتوزيع تلك المساعدات وضمان وصولها لمستحقيها. أكد الوزيران على ضرورة التوصل بشكل عاجل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار والتحذير من مخاطر اتساع رقعة الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة على خلفية التصعيد الإسرائيلي اللبناني وما يمكن أن يؤدي إليه من تبعات خطيرة للغاية قد تخرج عن نطاق السيطرة. كما عقد وزير الخارجية سامح شكري أيضا جلسة مباحثات موسعة وثنائية مع نظيره اليمني شائع محسن الزنداني، وذلك في إطار جولة الحوار الاستراتيجي بين البلدين. خلال هذا اللقاء أكد شكري تأييد مصر لكافة الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وأعرب الوزيران عن قلقهما من المخاطر المتزايدة للتوترات الجارية في البحر الأحمر وتبعاتها على أمن الملاحة والتجارة الدولية. واستعرض الوزيران التطورات المتعلقة بعدد من الملفات الإقليمية على رأسها الصومال والسودان وسوريا وليبيا، فضلا عن الأزمة في قطاع غزة، حيث جدد شكري التأكيد على موقف مصر الرافض لسيطرة إسرائيل عسكريا على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، محذرا من تداعيات التصعيد المستمر بما ينذر بتزايد مخاطر توسيع رقعة الصراع بالمنطقة. إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب، يسجل بأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. أؤكد مجددا أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة السفير الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع شؤون فلسطين والأراضي المحتلة اجتماعا موسعا بين الأمانة العامة ووفد دائرة مناهضة الفصل العنصري بمنظمة التحرير الفلسطينية. بحث الاجتماع استراتيجية عمل دائرة مناهضة الفصل العنصري في منظمة التحرير الفلسطينية ومخرجات الملتقى العربي لمناهضة الاستعمار الاستيطاني ووقف حرب الإبادة ضد الفلسطينيين. كما تم استعراض مجالات التعاون والتنسيق في إطار رؤية الجامعة العربية لوقف حرب الإبادة الجماعية وتنسيق العمل في إطار التكامل لخدمة القضية الفلسطينية والقضايا العربية. كان التركيز على خطة التحرك التي أقرها الملتقى العربي الذي أنهى أعماله قبل يومين في مقر اتحاد المحامين العرب،
ووضع تصورا لخطة التحرك من أجل يعني الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ومناصرته في محنته في هذه العدوان وهذه الحرب الإبادة التي يتعرض لها. تدارسنا عدة نقاط متعلقة بالأبارتايد المسلط على الشعب الفلسطيني في كامل الأراضي الفلسطينية وبصفة خاصة في غزة. الغزة المعتدى عليها من طرف الكيان الصهيوني الآثم المجرم الذي تحدى كل القيم العربية والقيم الإنسانية. قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، قال إن وقف إطلاق النار في غزة يمثل مطلبا دائما لبلاده وللشركاء في المجتمع الدولي، مثمنا الجهود التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية من أجل التوصل لوقف إطلاق النار. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك للصفدي ونظيره اليوناني، حيث أكد الصفدي أن العدوان الغاش على غزة لن يحقق أمنا لإسرائيل ولن يحقق سلاما في المنطقة. الأمم المتحدة ومنظماتها غير قادرة على توزيع الغذاء والدواء، وبالتالي نحن أمام كارثة إنسانية غير مسبوقة. إسرائيل لا تمنع وصول الغذاء والدواء والماء والخدمات إلى غزة فقط، لكنها أيضا تمنع المنظمات الأممية من إيصال هذه القليل من هذه المساعدات إلى محتاجيها في غزة. قال وزير دفاع سلطة الاحتلال الإسرائيلي يؤاف جالانت إن تقدما كبيرا قد أحرز في مسألة تزويد إسرائيل بذخائر أمريكية، وذلك خلال اجتماعاته مع مسؤولين في واشنطن هذا الأسبوع. وأوضح أن التقدم يشمل مسائل مختلفة من بينها موضوع تعزيز القوة وإمدادات الذخيرة المهمة لإسرائيل، موجها الشكر للإدارة الأمريكية وللشعب الأمريكي لدعمها المستمر. جاءت تصريحات جالانت إثر لقائه مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سليفان في ختام زيارة لواشنطن التقى خلالها بوزير الخارجية أنتوني بلينكين ووزير الدفاع لويد أوستن. قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن جيش الاحتلال الإسرائيلي عليه توخي الدقة خلال عملياته في قطاع غزة. وأضاف ميلر أن واشنطن شاركت في مناقشات مع وكالة الأمم المتحدة والحكومة الإسرائيلية في الأيام القليلة الماضية بشأن تحديات المساعدات لغزة، مؤكدا أن بلاده ستواصل العمل من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول. شنت قوات الاحتلال سلسلة غارات على بيت لهيا وجباليا بشمال قطاع غزة، كما نسفت قوات الاحتلال مربعات سكنية في مخيم النصيرات بوسط القطاع ومدينة رفح الفلسطينية بجنوبي القطاع، كما استهدفت مدفعية الاحتلال الأجزاء الشمالية الشرقية من خان يونس. أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا هذا العدوان إلى 37,718 شهيدا و86,377 مصابا، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر خلال الساعات 24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 60 شهيدا و140 مصابا.
أرقام غير مسبوقة حاولت المنظمات الأممية جمعها حول عدد المصابين من الأطفال بإعاقات جسدية جراء العدوان الإسرائيلي على غزة. هذا وذكرت الأمم المتحدة في تقرير لها أن نحو 2000 طفل فقد ساقه أو ساقيه منذ بدء الحرب في غزة، مشيرة إلى أن الأرقام في تزايد مستمر. ليست مجرد أرقام صادمة، بل صارت خناجر في خاصرة الإنسانية. ليسوا أرقاماً هؤلاء الأطفال الذين لم يتعمد الاحتلال إلى قتلهم فحسب، بل صار يتفنن في تحويل من تبقى منهم إلى بقايا طفل، بقايا حلم، وبقايا مستقبل. ولعلنا الآن وبجولة سريعة بين الإحصاءات الأممية نوضح كيف يفقد 10 أطفال يوميا ساقا أو ساقين في قطاع غزة، وهو ما يعني 2000 طفل خلال 260 يوما من العدوان الوحشي المستمر. فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أنروا قال أيضا إن هذه الأرقام لا تشمل الأطفال الذين خسروا أطرافا علوية بعدما نجحت قوات الاحتلال في تقسيم أجساد الأطفال لأجزاء علوية وسفلية على مسمع ومرأى من العالم بدوله وهيئاته الأممية ومنظماته الإنسانية. ويبحر لازاريني في التفاصيل المخزية لعله يوقظ موات القلوب، فيقول إن عمليات البتر تمت في ظروف مروعة جداً وأحياناً دون أي نوع من التخدير. فهل تخيل أحد مقدار الألم؟ هل تصور أحد أن بعض الأطفال استشهد من الألم؟ كما تحدث لازاريني عن تقرير نشرته منظمة Save the Children غير الحكومية يقدر أن ما يصل إلى 21,000 طفل في عداد المفقودين منذ بداية العدوان في قطاع غزة، إما لأنهم طمروا تحت الأنقاض أو أسروا أو دفنوا في قبور مجهولة أو فقدوا الاتصال بأسرهم وأقاربهم. ورغم صعوبة جمع الأرقام والتحقق منها، فقد أكدت Save the Children أن ما لا يقل عن 17,000 طفل في قطاع غزة غير مصحوبين بذويهم الذين استشهدوا أو فقدوا تحت الأنقاض، و4,000 طفل باتوا في عداد المفقودين بعدما طمروا تحت الأنقاض. والمؤسف أن مأساة غزة تتكرر في تعتيم شديد بالضفة الغربية المحتلة التي تواجه حربا صامتة، حيث أكد لازاريني أن كثافة الاعتداءات الوحشية الإسرائيلية في مخيمات اللجوء بالضفة الغربية المحتلة أصبحت لافتة. وبعد هكذا تصرخ الأرقام الموثقة أمميا من شدة الظلم وهول الوحشية التي يعانيها الفلسطينيون، ولا سيما الأطفال في غزة والضفة الغربية المحتلة، وهم على الرغم من ذلك قابضون على جمر الوطن، وقد أثبتوا بما لا يدع مجالا للشك أنه لا عزاء للمحتل الغاشم، فمصيره إلى زوال وسيبقى الشعب الفلسطيني صاحب الأرض. نشرتنا تتواصل على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. قوات الحوثي تستهدف سفينة في ميناء حيفا الإسرائيلي بعد استهداف إيلات بطائرة مسيرة. أعلنت قوات الحوثي استهداف سفينة في ميناء حيفا بإسرائيل في عملية عسكرية مشتركة مع فصائل عراقية. يأتي ذلك بعدما أطلقت قوات الحوثي صاروخا صوب سفينة في خليج عدن، ولكنه سقط في المياه قرب السفينة دون أن يتسبب في إصابة أي من طاقمها. في غضون ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح اليوم أن طائرة مسيرة سقطت قبالة ساحل مدينة إيلات، وأنه تم تفعيل صفارات الإنذار في المنطقة.
شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة على منزل ببلدة شبعة بجنوبي لبنان بزعم أنه موقع تابع لحزب الله. في المقابل نفذ حزب الله هجمات مختلفة بالمسيرات والرشقات الصاروخية ضد قوات الاحتلال ومواقع عسكرية إسرائيلية، حيث دوت صافرات الإنذار عدة مرات في العديد من البلدات الإسرائيلية الحدودية ومناطق مختلفة بالجليل الغربي والأعلى. وتأتي هذه الهجمات التي ينفذها حزب الله رداً على الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت القرى والمنازل في الجنوب اللبناني. بدورها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 435 شخصاً وإصابة 1801 آخرين، وذلك منذ بدء التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي السعي بكل الوسائل المتاحة لعدم تحويل لبنان إلى ساحة للنزاعات المسلحة انطلاقا من الجنوب. وخلال استقباله الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، ناقش الجانبان المسائل الأخرى المرتبطة بالشغور الرئاسي في لبنان وبعض القضايا المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية والداخلية. شدد زكي على دعوة الجامعة العربية جميع الفرقاء إلى وضع مصلحة لبنان فوق أي مصالح أخرى. اختار أعضاء حلف شمال الأطلسي الناتو رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا، وذلك لمنصب الأمين العام المقبل خلفا ليانس ستولتنبرغ الذي من المقرر أن تنتهي ولايته في الأول من أكتوبر القادم. جاء إعلان اختيار روتا كإجراء شكلي بعد أن أعلن منافسه الوحيد على المنصب الرئيس الروماني كلاوس يوهانس الأسبوع الماضي انسحابه من المنافسة لعدم حصوله على الدعم الكافي. Is de enige weg. شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة نهائيا على تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية ومشروع تعديل قانون المحاكم الاقتصادية. كما وافق مجلس النواب على القرار الجمهوري بشأن الموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول المبرمة بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عقدت جلسة جديدة لمجلس النواب تناولت عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله. وخلال الجلسة تمت الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968. إذن الموافق على مشروع القانون في مجموعه يتفضل برفع يده. موافق. السادة الأعضاء، الموافق من حضراتكم على مشروع القانون نهائياً يتفضل برفع يده. موافق. حيث إنه قد توفرت الأغلبية اللازمة للموافقة على هذا المشروع بقانون، لذا أعلن موافقة المجلس على مشروع القانون نهائياً. وشهدت الجلسة الموافقة النهائية من المجلس على تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. كما وافق المجلس نهائيا على القرار الجمهوري بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا. يا رئيس، الفرصة كبيرة والبنك بيشتغل والصندوق ده هيشتغل باحترافية من خلال الثلاث شركات، وأهمهم شركة إدارة الاستثمارات اللي هي بتستقطب
بالفرص التمويلية واللي بتشتغل على المشروعات الصغيرة وتوطين الصناعة. بس قبل ما نقول مبروك لمصر إن هي دخلت عضوية بنك زي ده، محتاجين يكون داخل مصر في الأساس عشان نحسن استغلال عضويتنا في هذا الصندوق استراتيجية وطنية ممنهجة. أنا بوافق. لماذا؟ لأنه بيتوافق مع توجه الدولة الحالي والمستقبلي. بالنسبة لي أولا إفساح المجال للقطاع الخاص يلعب دور متزايد في النشاط الاقتصادي، ده نمرة واحد. اثنين، مزيد من الإنتاج. وخلال الجلسة تمت الموافقة النهائية على القرار الجمهوري بشأن الموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. هذا وقد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة لمجلس النواب مع تأجيل انعقاد الجلسة المقبلة لموعد غير محدد سيتم اختار الأعضاء به في حينه. وفي لقاء خاص مع تلفزيون المصري أكد أعضاء مجلس النواب على أهمية القرار الجمهوري بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا. ناقشنا دلوقتي اتفاقية اشتراك مصر في صندوق تنمية الصادرات، وده الحقيقة موضوع مهم جدا جدا. اشتراك مصر في هذا الصندوق مهم جدا جدا، لأن احنا الحقيقة أشرت في كلمتي إلى أهمية السوق الأفريقي، وإن إحنا الحقيقة حتى الآن لم نخترق هذا السوق بالشكل الكافي، وإن صادراتنا لم تتعدى حتى الآن 6 مليار دولار، كلها الحقيقة موجهة لدول العربية الأفريقية. النهاردة صندوق تنمية الصادرات، إن إحنا نكون فيه كرئيس الجمهورية على أساس نكون عضو في صندوق تنمية الصادرات الأفريقي، ودي حاجة طبعا كويسة جدا جدا جدا، إن مصر طبعا طول عمرها وموجودة في قارة أفريقيا بشكل قوي ولها دور ريادي قوي جدا في كل حاجة. فده بنك الصادرات ده هيعمل شغل معنا كويس قوي. في نفس الوقت مصر هتكون عضوة في الصندوق، في نفس الوقت هينمي الصادرات عندنا وينمي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وان احنا زي ما حضرتك شفت او سمعت في الجلسة العامة كانت كلمتي النهاردة، ان احنا يبقى اللجنة المتخصصة او المتسوق يعني المتسوق بالنيابة عننا في الدول الافريقية، ان احنا عاوزين ان يبقى ليه حركة قوية شوية، في نفس الوقت يجذب الاستثمار ويكون في لجنة موجودة مختصة بالوزارات المختصة بهذا القانون على اساس ان هي تشوف ايه اللي الدول الافريقية محتاجاه، وبالتالي نعمل ربط ما بين الدولة المصرية والصناعات الصغيرة بالاحتياجات اللي في القارة الأفريقية. نظم مركز البحوث الطبية والطب التجديدي التابع للقوات المسلحة المؤتمر الطبي بعنوان اليوم العلمي للجينوم في دورته الثانية. أكد مدير مركز البحوث الطبية اللواء طبيب أمين فؤاد شاكر أن مشروع الجينوم هو أكبر مشروع علمي في تاريخ مصر الحديث، وهو حجر الأساس للطب الشخصي والدقيق ومحور كافة الأبحاث الطبية خلال السنوات المقبلة. تضمن المؤتمر وعقد العديد من الجلسات العلمية والمحاضرات لنخبة من الخبراء المتخصصين لاستعراض أحدث ما توصل إليه العلم في مجال أبحاث الجينوم. حضر فعاليات المؤتمر عدد من قادة القوات المسلحة فضلا عن نخبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين في المجالات الطبية المختلفة من القوات المسلحة ووزارة الصحة والسكان وعدد من رؤساء الجامعات وعمداء كليات الطب وعدد من الخبراء الأجانب. قام وزير الموارد المائية والري هاني سويلم ونظيره من دولة جنوب السودان بتدشين مشروع أعمال التطهير بمجرى بحر الغزال بمدينة بنيتو عاصمة ولاية الوحدة. أوضح سويلم أن هذا المشروع يهدف لإزالة الحشائش المائية والعوائق من مجرى بحر الغزال لتحسين الملاحة النهرية والحد من مخاطر الفيضانات، ما يسهم في زيادة كفاءة المجرى المائي، مشيرا إلى أنه تم شراء المعدات الميكانيكية
تنفيذ المشروع بمنحة مصرية وشحنها إلى مواقع العمل وتنفيذ أعمال التطهير لما يقرب من 15.50 كيلومترا، وذلك بعرض 50 مترا من إجمالي 30 كيلومترا حتى تاريخه. من جهته أشاد وزير الري في جنوب السودان بالدور الريادي الذي تلعبه مصر في دعم قطاع الموارد المائية في جنوب السودان، مؤكدا أن هذا المشروع سيسهم بشكل كبير في تحسين إدارة الموارد المائية في المنطقة ودعم التنمية المستدامة. أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن إطلاق حملتها الوطنية الشاملة لترشيد استهلاك الطاقة ودعم البيئة تحت شعار استهلاك أقل تأثير كبير. تهدف الحملة التي تعد الأكبر من نوعها في مصر إلى رفع مستوى الوعي بأهمية ترشيد الطاقة وتأثيرها الإيجابي على البيئة وعلى المجتمع، وتحفيز المواطنين والمؤسسات على تبني سلوكيات وممارسات مستدامة. وقالت بثينة مصطفى المتحدث الرسمي لمؤسسة حياة كريمة إن هذه الحملة تأتي في إطار حرص مؤسسة حياة كريمة على تحقيق التنمية المستدامة في مصر والمساهمة في الجهود الوطنية لمواجهة تحديات تغير المناخ. وتستهدف الحملة جميع فئات المجتمع بما في ذلك الأسر والشركات والمؤسسات التعليمية والدينية من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التوعوية والتعليمية. أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء في جميع المقرات التابعة لها من استوديوهات ومكاتب إدارية، وذلك إيمانا منها بدورها الوطني في المساهمة ولو بجزء بسيط في تجاوز أي تحديات تواجه الدولة المصرية. أكدت الشركة المتحدة التزامها منذ عدة سنوات في الترشيد واتباع معايير الاستدامة والحفاظ على البيئة في التشغيل والإنتاج، حفاظا على الموارد الوطنية المستخدمة في توليد الطاقة واستهلاكها. عقد مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اجتماعه الأول بكامل تشكيله من الأعضاء المنتخبين والمعينين بمقر التحالف بالقاهرة الجديدة. هذا وتم انتخاب كل من المهندس خالد عبد العزيز رئيسا لمجلس الأمناء، الدكتورة عهود وافي نائبا لرئيس مجلس الأمناء، النائب محمد الجرحي أمينا لصندوق التحالف، كما تم انتخاب كل من الدكتورة مارغريت صاروفيم والسيد محمود فؤاد عضوين للمكتب التنفيذي للتحالف. وقد أصدر مجلس الأمناء أول قراراته بتكليف السفيرة نبيلة مكرم رئيسا للأمانة الفنية لتقوم بأعمال المدير التنفيذي للتحالف. كما تم خلال الاجتماع مناقشة لائحة النظام الأساسي تمهيدا لإصدارها من الجمعية العامة للتحالف في ثاني انعقاد لها. أعلنت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بمصر عن تنظيمها فاعلية لمناقشة التحول الحضري العادل في مصر وتسليط الضوء على مفهوم المدن الشاملة والمرنة كجزء من الشراكة المستمرة بين مصر وألمانيا والاتحاد الأوروبي. يأتي هذا المؤتمر كنتاج تعاون بين ثلاث مشروعات تابعة للوكالة، وهي مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، ومشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية الممولين من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية. طبعا كان النهاردة بنتكلم على ان المؤتمر اللي احنا فيه النهاردة هو بكورة نجاحات صندوق التنمية الحضرية، أو نقول مصر عامة، مصر وزارة التعاون الدولي، وزارة الإسكان، صندوق التنمية الحضرية مع الجانب الأوروبي والاتحاد الأوروبي ووكالة التعاون الدولي الألمانية جايزات.
هنا بنتكلم على ان احنا عملنا معاهم مشروعات كتير جدا في الفتره اللي فاتت، مبادرات اللي هي بي اي بي، البي دي بي، السي يو اي دي، كل دي مشروعات تمت ما بيننا وبينهم على مدار السنوات اللي فاتت. سعيد بتواجدي هنا. نحن نتعاون مع الحكومة المصرية منذ سنوات في مجال تطوير المناطق غير الآمنة والامتداد الحضاري، وأؤكد أننا نجحنا في إنقاذ حياة الآلاف من المواطنين بالقضاء على المناطق غير الآمنة، بل وتطوير ورفع كفاءة مناطق أخرى في العديد من المحافظات ومنها الصعيد، وخلق مجتمعات حضرية جديدة. نحن نتحول مع حضراتكم إلى أخبارنا الاقتصادية في التاسعة. أهم أخبار المال والأعمال مع مصطفى ميزار. إليك مصطفى. شكرا ريهام الديب، شكرا نهى توفيق. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في أولى جولاتنا في نشرة التاسعة، أخبار المال والأعمال في هذه النشرة. شهد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين توقيع اتفاقية إطارية لإقامة مشروع جرين مارين لشركة بنخو الصينية للكيماويات في منطقة تيدا مصر داخل المنطقة الصناعية في العين السخنة. يقام هذا المشروع على 3 مراحل، تبلغ التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى 250 مليون دولار ويبلغ العائد السنوي 230 مليون دولار. ولفت إلى أن حجم الاستثمارات الصينية التي تمت بالشراكة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في الفترة الماضية تمثل 40% من إجمالي الاستثمارات في المنطقة. في سوق المال، أنهت البورصة المصرية التعاملات بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع وسط تداولات كلية بلغت نحو 5 مليارات و100 مليون جنيه. هذا وقد ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق، ربح ما قيمته 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.867 تريليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد ارتفع مؤشر EGX 30 بما نسبته 87% ليصل ويسجل ويغلق عند مستوى 27500 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 51% ليغلق عند مستوى 6175 نقطة، وصعد مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 77% ليغلق عند مستوى 8958 نقطة. في أسواق البترول العالمية، تراجعت أسعار النفط خلال التعاملات مع تزايد في بيانات ثقة المستهلك الأمريكية الضعيفة، ما أدى إلى تفاقم المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية الأمريكية. تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 9% ليصل إلى 84 دولار و97 سنتا للبرميل، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 5% لتحقق ما قيمته 80 دولار و79 سنتا للبرميل. كذلك ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 69% لتصل إلى 2.54 دولار، وقد انخفضت أسعار الغاز الطبيعي الأخرى بنسبة 3.19% لتسجل 2.66 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. يشهد العالم حاليا ظاهرة تراجع إنتاج حقول النفط والبترول، ما يثير قلقا متزايدا بشأن أمن الطاقة العالمي واستقرار أسعار الطاقة، حيث انخفض الإنتاج العالمي من النفط الخام بنسبة 1.7% في عام 2022-2023. يؤثر هذا الانخفاض انخفاض العرض من هذه الموارد في السوق العالمي على الأسعار، ويؤدي انخفاض العرض من النفط إلى ارتفاع في أسعار الطاقة، بالطبع يؤثر على تكاليف إنتاج الكهرباء والتي تعتمد على الكثير من المحطات على النفط والغاز الطبيعي كمصدر رئيسي للوقود.
تواجه العديد من الدول حول العالم بما في ذلك الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية أزمة انقطاع الكهرباء. لم تنجو دولا رئيسية في إنتاج الغاز مثل روسيا من تداعيات هذه الأزمة اقتصاديا واجتماعيا. نتابع. باتت أزمة انقطاع الكهرباء تحدي جديد يواجهه البشر حول العالم في دول تعد من مصافي الدول كالدول الغربية والولايات المتحدة. ولكن من اللافت للنظر أن روسيا وهي المصدر الأول للغاز الطبيعي تعاني هي الأخرى من هذه الأزمة، وسجلت العام الماضي زيادة قدرها 15% على أساس سنوي من انقطاع الكهرباء، وصلت في بعض المناطق الريفية إلى 12 ساعة. تعددت أسباب انقطاع الكهرباء عالميا، من أبرزها اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية والتي أدت لفرض العقوبات على موسكو، وما أسفر عن ذلك من اضطراب في سوق الطاقة العالمي وتراجع في إنتاج العديد من حقول النفط، وهو ما رفع أسعار البترول وأثر على تكاليف إنتاج الكهرباء، فضلا عن حدوث الكوارث الطبيعية الناتجة عن التغير المناخي وتعرض شبكات الكهرباء حول العالم لمشاكل تقنية بسبب موجات الحر وتقادم البنية التحتية للعديد من شبكات الكهرباء. وعلى سبيل المثال، سجلت الولايات المتحدة نحو 4500 حالة انقطاع كهربائي كبير العام الماضي بزيادة قدرها 15%، بينما بلغ متوسط مدة انقطاع الكهرباء في المدن الكبرى حوالي 4 ساعات، فيما شهدت بعض المناطق الريفية انقطاعات تجاوزت 10 ساعات، ليتأثر أكثر من 60 مليون شخص بهذه الانقطاعات. وللتغلب على الأزمة، خصصت الحكومة الفيدرالية 100 مليار دولار لتحديث شبكات الكهرباء في الأعوام الخمسة المقبلة، فضلاً عن ضخ مزيد من الاستثمارات في مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة. ويرى الخبراء أنه على الإدارة الأمريكية اتخاذ إجراءات فورية لتحسين البنية التحتية الكهربائية وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، فضلاً عن توعية الأمريكيين حول كيفية التعامل مع هذه الأزمة. في الوقت نفسه، تتفاوت تكلفة التداعيات الاقتصادية عالمياً لانقطاع الكهرباء مع تأثر الأعمال والصناعات على المستوى الوطني في البلدان، مما يتسبب في خسائر مالية كبيرة بهذه الدول، بالإضافة إلى تعطيل الإنتاج، وأيضاً يؤثر على الخدمات في الرعاية الصحية والمستشفيات والمرافق الحيوية الأخرى، ما يعرض حياة المرضى والأفراد للخطر. كان هذا مشاهدينا الكرام كل ما لدينا حتى هذه اللحظة من أخبار الاقتصاد. نعود من جديد لاستكمال ما تبقى في نشرتنا من أخبار مع ريهام ونهى. شكرا مصطفى. في إطار أجندة الفعاليات والأنشطة التي تنظمها وزارة الثقافة من خلال قطاعاتها المتعددة، تنظم الوزارة برنامجا ثقافيا وفنيا ثريا تقدمه للجمهور بالقاهرة والمحافظات بمناسبة الاحتفاء بذكرى ثورة يونيو. تشهد الوزارة تنفيذ أكثر من 200 فعالية فنية وثقافية تتضمن عروضا فنية ومحاضرات ثقافية وورشا متنوعة ومعارض، بالإضافة إلى الكثير من الفعاليات التي ترصد إنجازات الثورة. والآن نتحول معا إلى أهم أنباء الرياضة في نشرة التاسعة. مصطفى، ماذا لديك في أخبار الرياضة؟ بالطبع، شكرا جزيلا نهى أولا، وشكرا ريهام. لدينا مجموعة من الأخبار الرياضية محليا وعالميا سنستعرضها سويا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في محطتنا الثانية، أخبار الكرة محليا وعالميا. حصد لاعب فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة 7 ميداليات متنوعة خلال منافسات البطولة الإفريقية التي استضافتها مصر بمشاركة 14 دولة، حيث تمكن لاعب القوات المسلحة من حصد ميداليتين ذهبيتين في منافسات وزن 85 و90 كيلوغرام، وفضيتين في وزن 75 والثقيل فوق 100 كيلوغرام، بالإضافة إلى 3 برونزيات في وزن 70 كيلوغرام وفئة الفيزيك وزن 90 كيلوغرام. ويأتي هذا الإنجاز
في إطار حرص القوات المسلحة على استمرار دورها في تهيئة المناخ الملائم لإعداد وتأهيل الكوادر الرياضية المتميزة من أبنائها، بما يمكنهم من تحقيق المراكز الأولى في منصات مختلف الألعاب الرياضية التي يشاركون بها. حصد لاعبو المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي 17 ميدالية متنوعة في بطولة كأس العالم في جورجيا. تنوعت إنجازات منتخب الفراعنة بين 7 ميداليات ذهبية و6 فضيات و4 برونزيات، وبهذا الإنجاز تأهل المنتخب إلى دورة الألعاب البارالمبية في باريس عام 2024. انتهت مشاهدينا الكرام الأخبار الرياضية، نعود لاستكمال ما تبقى من أخبار في نشرتنا مع ريهام ونهى. شكرا جزيلا لك مصطفى. فعل مركز السيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف في الصين استجابة طارئة من المستوى الرابع للفيضانات، وذلك في مقاطعة هيلونغيانغ شمال شرقي الصين. ذكر المركز أن الاستجابة لحالات الطوارئ للفيضانات من المستوى الثالث في مقاطعات شينجيانغ هونان ظلت قائمة، وتوقع المركز هطول أمطار غزيرة على الروافد الوسطى والسفلى لنهر اليانغستي مع هطول أمطار غزيرة في أجزاء من هونان وجيانغشي، وذلك في الأيام الثلاثة المقبلة. الآن مع الأحوال الجوية والطقس نعود مرة أخيرة إلى مصطفى ميزار. إليك مصطفى. شكرا ريهام الديب وشكرا نهى توفيق. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في محطتنا الثالثة والأخيرة اتصالا بأخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وجنوب سيناء، وعلى جنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب أنحاء ومعتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس، نبدأها من محافظة القاهرة فيها درجة الحرارة العظمى 39 درجة والصغرى 26 والجو فيها حار. في الأسكندرية 32-23 والجو فيها حار. في مطروح 30-22 والجو فيها حار. في بورسعيد 34-25 والجو فيها حار. في الإسماعيلية 40-26 والجو فيها شديد الحرارة. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى 39 درجة والصغرى 25 والجو في السويس حار. وفي العريش 33-23 والجو حار. في طابة 38-26 الجو حار. في شرم الشيخ و 42-31 شديد الحرارة. في الغردقة 41-31 أيضا شديد الحرارة. أما في محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 43 درجة والصغرى 29 والجو في الأقصر شديد الحرارة. في أسوان 44-30 والجو أيضا شديد الحرارة. في الوادي الجديد 42-27 والجو شديد الحرارة. في شلاتين 39-29 والجو فيها حار. وأخيرا في حلايب 38-30 والجو فيها أيضا حار. والآن نستعرض معكم مشاهدين الكرام درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.
وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة على شاشة التلفزيون المصري، ولا يتبقى سوى تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. الرئيس السيسي يستقبل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. مدبولي يتابع الموقف التنفيذي للتجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق وموقف تقدم الأعمال في مشروع تطوير منطقة الفسطاط. شكري يشدد على ضرورة التواصل بشكل فوري لوقف إطلاق النار في غزة ويحذر من مخاطر اتساع رقعة الصراع. نهاية نشرتنا، تحية لكم وإلى اللقاء.